الجائزة بتعني لكل حدا تعب وعم بيلاقي. هيدي الجائزة بالنسبة لي هي جائزة معنوية، هي مثل ميرسي على تعبك وجهدك اللي عملتيه. عم يسلمون الدريس لغوز دو سيم، عمل لي هالهاند ميد كلتش، طحان جولري تنفيذ، وباسكال سوين الميك اب، وشاعر شانتا فيتيان هيربورت. بعد شهر رمضان المبارك في عنا مسلسل طويل على ال بي سي من انتاج ال بي سي، ان شاء الله من عبره نكون عم نتقدم ونقدم شيء جديد للدراما اللبنانيه. هلا انا كان عندي تجربه كتابيه من سنتين، بس كاتبة الدراما لا، احتراف التمثيل. تابعوني عبر يومياتي بيومياتي معكم فاميلا الكيكي.